طبعا بدات الموضوع والريسيرش بتاعي بدا في 2013. بدات ان انا اعمل ديفايسز او فصل الرطوبه العاديه، وبعدين طورت بالاي اي بحيث ان انا اضيف المينرالز او الاملاح المعدنيه. حلمي ان انا اقدر ان انا اوفر روبوت سي دي او روبوت زي إيلو تكون موجوده في المستقبل على المريخ وتتبناها وكالات الفضاء، بحيث ان انا اقدر ان انا اوفر المياه الصالحه للشرب لكل فرد.